أبناء اسكندرية اللي اتحطوا الأمطار والجو الساقع حاسين إن المنتخب يعني ما قدمش في الشوط الأول الأداء المنتظر، وعشان كده في حالة من الغضب والحزن على جمهور اسكندرية المتواجدين الآن في جو شديد البرودة وصقيع شديد جدا وبعض الأمطار الخفيفة. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الناس هنا في اسكندرية يعني مطلعين غضبهم ما بين مثلا السجاير او اللب او غيره من الامور. هنعرف رايهم في الشوط الاول ايه وايه التغييرات اللي ممكن يعني تنجح مع منتخب مصر ان شاء الله في الشوط الثاني. مساء الخير، اهلا بيك معانا على شاشه الوطن. يعني نستاذنك عرفنا بنفسك ولنا رايك في الشوط الاول ايه. احمد عثمان من اسكندريه. رايك في الشوط الاول ايه؟ والله يعني في تحسن شويه. في تحسن شويه لان اللعيبه المدرب المفروض كل واحد في مركزه يلعبه، مش زي الماتش الاولاني. الماتش الاولاني كان اي كلام وطحينه كده يعني. احمد معاك، هو الشوط ده احسن بكتير من الماتش اللي فات. لعب بالتشكيل زي ما هو، يعني المفروض كل واحد في مكانه. المنتخب بدا يبان بعد ما كل واحد نزل في مكانه. صلاح جه تاني يمين او مصطفى محمد جه في النص، كل واحد في مركزه الدنيا بدات تبان. لكن الشوط الثاني لازم يبدا ينشط شويه الحته اللي تحت راس الحربه، يبدا ان هو ينزل يشيل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لحد دلوقتي مش باين تمام. الحته الثانيه اللي هي الناحيه الشمال دي المفروض ينزل، يعني لو اتزنقت خالص يبدا ينزل محمد شريف مع مصطفى محمد قدام. زي ما قلت لحد دلوقتي هو عبد الله السعيد مش باين خالص. يعني حاله من ما بين الغضب ما بين بعض الرضا على الاداء ينقصوا الترجمه لاهداف او يعني عدم الرضا زي ما شفنا. يعني حال لسان حال المشجع بيقول لك فرحونا ان شاء الله يكون بعد قليل فرحه المصريين.